اهلا بيكم معنا مشاهدينا وحلقه جديده من ازاي ناكل صح. الحقيقه في بعض مننا بيبقى عنده بعض المشاكل وساعات تبقى المشاكل دي بس بتبقى نفسيه ولا هي فعلا مشاكل حقيقيه. مثلا هقول لكم مثال، بعضنا لما بيطلع السلم او بيمشي بيمد شويه بيحس ان ضربات قلبه سريعه، او ساعات في ناس تقول وانا قاعده ببقى سامعه ضربات قلبي، او يحس ببعض النهجان، او احيانا بيحس ببعض العرق. فاحنا مش عارفين، في بعض مننا بيحس ان ده خايف وبيتوتر وانا عندي حاجه في القلب، ونبقى مش عارفين ده فعلا مشكله في القلب ولا دي بتبقى مثلا ارهاق ولا ده بيبقى ضعف عام. وعلشان كده ده الموضوع اللي احنا هنتناقش فيه النهارده، وبيشرفنا في الاستوديو دكتور رامي اسماعيل استشاري جراحه القلب وزميل الكليه الملكيه بلندن. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. الله يخلي حضرتك. واسمحوا لي بس في البدايه مشاهدينا ان انا اصبح على كل معايا في الاستوديو، واصبح طبعا على سالي. صباح الفل يا سالي. صباح النور. اخبارك النهارده؟ ازيك وعلى الدكتور رامي. انا سعيده جدا بوجودك النهارده. ربنا يخليك، ده شرف ليا انا والله، ربنا يخليك. وبصبح برده على كل المشاهدين طبعا. سالي يا جميله، قولي لنا بقى النهارده احنا المنيو بتاعنا بيبقى مرتبط بموضوعنا ولا انت عامله لنا حاجات ثقيله ولا انت عاده بتعملي خفيف؟ طبعا يعني فاكيد مرتبط. بصي هو طبعا اكيد مرتبط، بس انا برضو برجع دايما للطلبات بتاعه المشاهدين. لما بيطلبوا مني حاجات بحاول ادخلها دايما في الحلقات. تمام. مثلا زي خبز العيش، ازاي نخبزه في البيت وقد ايه هو سهل وقد ايه موفر وقد ايه ممكن نحط فيه حاجات مفيده هتفيدنا يعني، ومش محتاجه خالص ان احنا فعلا نلجا. قد ايه شكله حلو؟ انا عايزه اضيف دي كمان. قد ايه شكله حلو ويعني فاتح للشهيه جدا ومفيد في نفس الوقت؟ بالظبط. والابيض والغامق، وانا افضل طبعا الغامق، انا حطيت الاثنين جنب بعض عشان يبان بس الفرق. تمام. وتاني حاجه هيبقى معانا الشاورما، هعملها بطريقه صحيه اكتر عشان نقلل ضررها برده، لان احنا ما نقدرش نستغنى عن الحاجات دي كلها، بس احنا بنتعلم في البرنامج ده ازاي ناكل الحاجه صح. تالت حاجه ان شاء الله هتبقى سلطه الخرشوف، والخرشوف من الحاجات المفيده للغايه للجسم، سواء بقى بتقلل الكوليسترول، سواء بتنقي وبتساعد على العصاره الصفراء اللي بتنتج في الماده الصفراء بتنتج في الكبد، كم من الفوائد رهيبه بتساعد في الدايت جدا جدا جدا. فعايزين ندخلها كتير في يومنا وهنعملها ان شاء الله. وخاصه الخرشوف على فكره احنا في ثقافتنا المصريه مش متعودين قوي يبقى عندنا في البيت، وهو كمان وقت قليل كمان بيطلع في السنة يعني. بالظبط. متعودين اكتر ان هو يبقى لشكل معين، مثلا محشي حاجة في الفرن مش سلطة. بالظبط. اوكي سالي، تحبي ان انت تبتدي بس تقوليها تبتدي في حاجة قبل ما نبتدي الحوار؟ انا هبتدي اول حاجة اعمل العيش علشان نلحق ان احنا نخبزه ويطلع من الفرن ونشوفه مع بعض. العيش اول حاجة ليه تريك معين سهلة جدا انا بعملها علشان ما تعبش فيه ويتعمل معايا بسرعة. انا بخلط مبدئيا دي ابيض مع قمح كامل. القمح الكامل بتسال عليه دايما بنجيبه منين؟ بيتجاب من كل السوبر ماركتس عندنا الكبيره اللي حوالينا، هتلاقيه في قسم الدقيق. طيب اللي ما عندوش سوبر ماركت جنبه يعمل ايه؟ يروح عند مخبز عيش جنبه ويسال ممكن اشتري من عندكم الدقيق بالكيلو ولا لا، بس هو عاده بيبيعوه عادي. سالت. هنخلط الاثنين مع بعض علشان انا عايزه ان هو يعني يدي هشاشين معايا اكتر، فهحط كده. وايه هعمل ايه بقى؟ هعمل في النص زي حفره، كل انا شغاله بالمعلقه مش بايدي خالص، هعمل حفره بالشكل ده. هروح حاطه معلقه الخميره الفوريه، ويفضل لو طازه، بمعلقه سكر بالشكل ده في النص، واروح حاطه عليها الميه الدافيه المفروض انها تكون كده درجه حرارتها زي درجه حراره الجسم في النص كده بالظبط، واروح ايه مقلبه. مش هحط ملح بقى خالص دلوقتي عشان انا عايزه الخميره يعني فعلا تختمر كويس. الملح من الحاجات اللي بتوقف اختمارها او بتعرقلها شويه، مش بتمنعها بس بتقللها. فانا هحط كده، مش عايزاها تبقى عجينه متماسكه تتعبني دلوقتي، لا انا عايزه الاول اديها فرصه انها تختمر كويس وايه تبقى لسه سلسه معايا في اول مرحله، لان العيش اول مرحله في العجينه لازم ياخد تقريبا ساعتين عشان يختمر معايا. فالساعتين دول ليه اتعب نفسي فيهم؟ انا هزود كده الميه بحيث انها تبقى عجينه لينه خالص معايا بالشكل ده، لغايه ما ايه اقلب كله واروح سايباها ساعتين. بغطيها باحسن حاجه لو نحطها في كيس ونقفل عليها، لان لما بنحبس الحراره عليها الخميره بتتفاعل احسن بكتير. الخميره دي عباره عن
حاجات يعني حيوية صغيرة عايشة، فعلشان تتغذى وتنمو لازم لها حرارة دافية، مية ما تكونش سخنة قوي علشان ما تقتلهاش، لانها سهلة جدا انها تموت مننا، فعشان ما نموتهاش تبقى حرارة ازيد من حرارة الجسم ممكن لغاية 60 درجة تقريبا، وايه ونغطيها كويس، والسكر بتعيش عليه كده. انا ما احتاجتش ايدي، انا عملتها بالشكل ده، لينة معايا بالمعلقة واروح ايه مغطيها على جنب. طيب انا عملت واحدة بس سريعا هوري عاملة ازاي. انا حطيتها في درجة حرارة 50، انا مش عايز اقول لكم بس انا كنت عامله كميه اصغر، هي كده نفشت معايا كويسه، لما تكون عامله كده نفشه كويس معايا. في المرحله دي بقى هبتدي احط معاها الملح، بياخد شويه ملح كتير شويه، ما عشان كده علشان لما ناكل العيش بنلاقي ان احنا دايما بننفخ شويه ميه لان فيها الملح عادي، من الحاجات اللي ما بيبانش فيها الملح. واروح مكمله بقى معاها الدقيق تاني قمح كامل، ودي ابيض ممكن احط عليها شوفان، بس انا المره دي احط شوفان على الوش بعد دي، هشرح لكم هعملها ازاي. ممكن احط معاها الشمر بيبقى حلو جدا، ممكن نحط دقيق شعير معاها مش كتير بس حبه صغيرين بيدي طعم حلو جدا. بروح مقلبه عجنه كله مع بعض، بعد كده بكوره واسيبه شويه تاني يخمر. خلاص ساعتين عدوا وخمر حلو، بدخله الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا يكون سخن، قبل ما ياخد لون اروح مطلعه ودهنه بصفار بيض عشان يديله اللمعة الحلوة ديت، واروح بسرعة رش عليها سواء بقى حبة البركة او الشوفان، واروح مدخلها تاني دخلة سريعة تاخد لون اخير. بس كده دي اول مرحلة. انا معلش بستأذن الدكتور قبل ما يبتدي الحوار معنا مدام نجات بقى فترة. معلش مدام نجات اهلا بحضرتك. صباح الخير. اهلا صباح الخير، بس ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بتكلم دكتور رامي لو سمحتي. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا مدام نجاة. انا حضرتك عندي 48 سنه. كويس. من حوالي انا عندي ضغط. كويس. من اخر ولد يعني طفل ولدته من حوالي 12 سنه. كويس. فانا باخد اللي هو العلاج اللي حضرتك عارف اللي هو منه 5 و10 تمام. باخد كل يوم الصبح قرص. كويس. فمن حوالي سنة كده حسيت برفرفة في يعني زي انا بقولها بالبلدي كده رفرفة. صح ممتاز. فانا يعني ما كتير قوي دكاترة ما عرفوهاش ويقولوا دي سهلة جدا، يقولوا لي دي حاجة نفسية. لا 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 مش نفسية. فأنا نعم. اوكي ده كان موضوع لسه مدام منال كانت هتتكلم فيه اللي هو احساس بضربات قلب سريع. هي بتحصل على طول، انت طول ما انت قاعده حاسه طول ما انت قاعده حاسه ان ضربات قلب سريع. انا لدرجه ان انا في يوم خدوني المستشفى بالليل والدكتور بقى مش عارف ايه يقول لي القلب زي الفل في ايه. ممتاز. بتحصل في نوبات ممكن يكون شافك في الوقت اللي هي مش موجوده فيه. عملت قسطره يا ربي شريانية الدكتور طلبها هتطلع كويسه، قال لي ما فيهاش حاجه وزي الفل. طب ملوش لازمه. عملت حضرتك رسم قلب 24 ساعه وبانت فيه بقى ما بانت، قال لي هو فيه بس حاجه متسجله كانت الساعه 8 بالليل. اسمها ايه؟ زبزبه. قال لي دي زي زبزبه اذنيه. طيب ده كانت هتتعرف بالكلام بس انا عارف. هو الدكتور الكبير اللي انا رحت لواحد كبير من حوالي شهر. طيب. دكتور كبير جدا. فقال لي دي اسمها زبزبه. انا هشرح لك هي حصلت. طيب. ليه واشرح لك. مدام نجاح حضرتك دلوقتي بتعاني من اي حاجه او سؤال حضرتك ايه؟ الزبزبه دي سببها. طب بحضرتك هو قال لي ان في تضخم شويه في الاذين. حلو قوي، ما هو ده سبب الزبزبه. طب فهمني كده دلوقتي. انا عايزه اعرف من حضرتك لو سمحت هل ده يبقى انا عندي كده حاجه في القلب؟ طب لما تسمعيني هقول لك. لا ما حاجه مش خطيره، اسمعيني. ولا حاجه عارضه ولا انا قلقانه وباخد مهدئ للموضوع؟ لا أوكي. لا ملوش علاقه بالمهدئ، مش هيوديه. بص هقول لك يعني ايه. بس انا مضطربه يعني انا مش انا جات انا جات ما تخافيش قلت لك اشرح لك ما تقلقيش. اسمعيني يا مدام نجاة. نسيت قوي اتعرف خالص. اسمعيني حضرتك. بص يا ست نجاة صلي على النبي، هو حضرتك اول الكلام كنت بتكلميني على الضغط وعلى الناس اللي بتنهج، وسالي كانت بتقول احط ملح على العيش. انا كنت مبسوط من الملح بس ما كنتش عايز تحط كتير، لان في ناس كتير قوي لما اقول لهم ان عيان الضغط المفروض ما ياخدش ملح بيقول لك طب انا محتاج جسمي ملح، محتاج صوديوم في اليوم. فالصوديوم بيوصلنا في العيش، في العيش وفي في الفواكه وفي في الخضار. فاحنا ما نحطش بقى ملح زياده على الطبيخ واحنا بنحط، لان ده بيرفع الضغط، بيشد ميه جوه الجسم زي ما قالت كده. يعني انت لما بتجيبي بطاطس وتقليها وترش عليها ملح عشان تشدي الميه اللي فيها، او كذلك لما تاكلي ملح الكلى عشان ما تفقدوش بتمتصه تاني جوه الدم، فبالتالي بتمص معاه ميه برضه، فالميه دي تتحوش في الرئتين فالواحد ينهج.
الست دي عندها ضغط عالي كأي واحد معدي سن 40-50 سنة. والله صحيح، يعني معظم الناس اللي معديين 40-50 سنة غالبا بما فيهم أبويا وأمي عندهم ضغط. قليل قوي 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 لما تلاقي واحد معدي 50 وما جالوش ضغط عالي. لو كان بقى بياكل خس بقى وخرشوف والكلام اللي هو الأكل الصحي وبيجري كل يوم نص ساعة وما بيدخنش ورفيع وطويل وكل شوية يعمل لكن في العادي في حياتنا اللي احنا قاعدينها دي والدهون والأكل الكتير وعدم الحركة يجيله ضغط. لما العين يجيله ضغط القلب بدل ما هو بيزق كده بالراحة الضغط مثلا 120-130 لا الضغط بقى 170-180 فالقلب يعافر يزق بالعافية لكنه بيشيل حديد فيبتدي أحس أنا بقى بال لا اللي يحصل في الأول القلب ما بيتعبش من كده عايز له 10-15 سنة عشان يتضايق بس في خلال السنين دي واحد قاعد بيلعب حديد بقى له 15 سنة عضلاته هتكبر فالقلب يكبر ويتضخم ويبقى أقوى من الطبيعي ويظنه غير المتخصص انه احسن من الطبيعي من كتر ما هو كبير ومتضخم والتضخم ده عشان خاطر يقدر يزق ما قدامه ضغط عادي بعد 10 سنين بقى زي الست دي كده مثلا لما حصل لها ضغط من زمان مدام نجات بقى لها 12 سنه يحصل ايه بقى القلب يزهق يبطل يزق ما هو قاعد بيزق بقى له سنين فيعمل ايه يزق شويه ويسيب شويه ورا يعني جاي له مثلا 100 سم من الرئه بيوزعهم على الجسم يوزع 90 ويسيب 10 مثلا يعني ف 10 على 10 على 10 يتراكموا ورا القلب ورا القلب ده اللي هو فين في الاذين اوضه كده في القلب المفروض انها بتدي الدم للقلب عشان يضخه فلما القلب يراكم الدم فيها الاذين ده يكبر الاذين لما يكبر ويتمدد من كتر ما الدم بيتحوش فيه هو ده مكان كهربه القلب الاذين ده فبدل ما هو بيعمل كده وبيدق لما يكبر قوي 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 من كتر بقى ما الدم قاعد يتحوش فيه ما يقدرش يعمل الحركه دي فيتذبذب فيحس العين بضربات قلب سريعه يعني اي واحد سنه كبير عنده ضغط جه في يوم قال لي يا دكتور انا حاسس ضربات قلبي سريعه فغالبا ده عنده زبزبة في الأذين نتيجة ارتجاع الدم نتيجة انه مش قادر يزق نتيجة ان الضغط عالي ما لم يثبت عكس ذلك طيب بدون اي حاجه الحاله اللي زي دي بيبقى ايه الحاله زي دي رقم يعني دواء معين حاجتين اللي بعملهم اول حاجه ان انا انزل الضغط وتاني حاجه اديله حاجه مدره للبول عشان تنزل الميه الكتيره دي وهو اديله حاجات تبطئ ضربات القلب وما اعملش قسطره كتير قوي من القسطرات عشان كده بقول لك ممكن التجنب فيها مش لازم انا عايزه طبعا احنا اتكلمنا بس انا عايزه طبعا برضو نتعرض للنقطه دي لانها مهمه جدا يا دكتور رامي وعايزين نبتدي الموضوع بس برضو عندنا تليفون تمام اتفضلي الو مدام اميره معانا مدام دعاء اهلا صباح النور يا حبيبتي اهلا وسهلا ازيك يا مدام دعاء الحمد لله صباح النور فضل. انا ابني عنده شهرين وبحس ان هو بينها كتير كويس تمام اول حاجه اعملي له موجات صوتيه على القلب عشان تطمني بس ان هو مش مولود عنده ثقب في القلب او اي مشكله ولو لقيتيها كويسه خلاص انت بترضعيه طبيعي برضعه ما فيش رضاعش لبن صناعي خالص لا طب كويس ممتاز اعملي بس موجات صوتيه على القلب واهم حاجه ترضعي ابنك طبيعي دي رساله مدام بقى مدام دعاء تطرقت لموضوع الاطفال ده اكتر حاجه مفيده للطفل هي الرضاعة الطبيعية زمان زمان كانوا يقولوا مثلا خليها سنة وبعدين لما لقوا ان الفايدة الكبرى في سنتين فقال لك لازم يكمل وهي سنتين وهي في القرآن الحقيقي رضعوا لغاية في القرآن كمان شوف حد سنتين شفتي بقى زي ويقول لك كمان اول ست شهور من عمر الطفل دول لبن بس ما يبقاش معاه ولا حتى ميه لان ده الوقت اللي بيتكون فيه مناعه الطفل يعني تخيلي لو انت جبتي عيل لسه مولود وقستي راسه كده بمزوره هتلاقيها حوالي 33 سنتي مثلا لو قستي راس واحد كبير هتلاقيها 53 سنتي يعني فرق 20 سنتي يقول لك 10 سنتي منهم أو في اول 6 شهور فالنمو المخ كبير قوي في الفتره دي عشان كده راسه بتبقى لسه طريه عشان الجمجمه هتكبر وعند سنتين بتقفل بيكون خلاص طيب يعني عنصر افيد عن اللبن حتى اللي هو الصناعي يعني اللبن الطبيعي فيه عنصر اكتر من اللبن انا كنت هسال دكتور رامي يعني هو بس احنا لسه معانا تليفون صح نشوف لسه عندي سؤال ولا عليها ده اللي انا بس كنت بقولها على حته اللبن الصناعي المشكله ان اللبن الصناعي فيه ميزه وهي تظنها ميزه ودي طريقه بيوزعوا بيها اللبن في المستشفيات يعني الست تقول لك انا برضع ابني لبن طبيعي مش بدفع حاجه فازاي يبيعوا اللبن الصناعي فيدوها ازازه كده وهي خارجه من المستشفى هديه فتقوم هي واخداها وتدي للواد منها بالليل فالواد يشبع ويفضل طول الليل ما يرضعش وبالتالي الهرمون بتاع اللبن عندها ينقص في فتره الليل فما ينزلش عندها لبن بعد كده فتضطر هي تجيب العلبه وتشربها منها فلازم ساعتها تشيلها وتبدا ترضعه بالتدريج لحد ما اللبن يبدا لان الهرمون البرولاكتين ده بيطلع عن طريق ان هو الولد يرضع استمراريه بالظبط
وبالتالي انا شايفه بدات تحطي تعملي الاشكال الحلوه بقى. بالظبط هو كده. انا الشوفان ما اتحطش. الشوفان لا مش في المرحله ديت, المرحله دي. الاخيره قبل ما ياخد لون. تعملي بس هو التكويره دي. هي التكويره عامله الالوان الاثنين, عامله البني والابيض ولا كل البني؟ ده البني. ده البني. الابيض ما بيتحطلوش بقى دي قمح كامل. تمام. بس مهم جدا ان احنا نتعود على دي قمح كامل. قلت لنا معلومه حلوه قوي يا سالي انه الدقيق البني عامه مش بس للناس اللي بتعمل ريجيم, يعني هو صحي. دي المعلومه اللي كنت عايزه اقولها حالا دلوقتي. ان من المفهوم ان بالظبط ان ان الاهل ما بيرضوش يدوا لاولادهم عيش بني, بيفتكروا ان هو للرجيم وبيقولوا لي طب انا مش عايز اعمل لهم رجيم. الفرق ان ده دقيق كامل والتاني دي ابيض. بالظبط. بيبقى فيه حبه القمح كامله يعني. بتبقى سبع طبقات بكل فوائدها بقى. هو ما بيعليش سكر الدم. والقشر ده ليه فايده. صح, القشر ده ليه فايده. الحياه دي حاجه. طيب دلوقتي انا كورتها. العيش بيحب العجن جدا جدا, يعني كل ما نعجن ونطلع كل طاقتنا وغزنا اللي في اليوم كله ونطلعه في العيش بقى يومها فرصتنا. عشان كده على فكره من الحاجات اللي فعلا بتبقى حلوه قوي في عجن العيش ان الواحد بيبقى بعدها يوم لما يبقى متضايق خلاص خرج كل طاقته الوحشه يعني. بس نعمل ايه بقى بعد ما نعملها كده؟ نروح نديينها قطعايه سريعه جدا كده, بس مجرد ايه بتدي فرصه للخميره الهواء يدخل جوه عشان الهواء بالظبط انها تنفش. برافو يا دكتور والله. دي كائنات حيه. بالظبط هي كائنات حيه. ونروح ايه مغطيينها بفوطه تاني بالشكل ده ونحطها على جنب. تمام. طيب انا هضطر اسيبها شويه فعلا على جنب, بس هو الاستوديو يعني سائع عندنا التكييف عالي هنا, بس الشكل بيبقى في الاخر هو الشكل النهائي دوت احنا شايفينه. ده التلميعه دي اللي هي بصفار البيض وحطت الشوفان على الوش او حبه البركه دي بتبقى في اخر يعني اخر 10 دقايق قبل ما ايه تاخد اللون النهائي. تمام. اقول على الطبق الثاني قبل. اوكي الطبق الثاني اللي هنبتدي دلوقتي هو شاورمة اللحمه. اللحمه نراعي جدا انها تكون حمراء, ما يكونش فيها دهون خالص. الدهون دي كوليسترول عالي جدا, الدكتور هيتكلم عليها اكتر. دهون مشبعه فعلا وحشه جدا, وحشه الحيوانيه دي وحشه جدا. فاحنا نقلل ازاي الخطوره بتاعه اللحمه؟ ان احنا اولا نجيبها دهون تقريبا تكاد تكون مش باينه, لان فيها جواها دهون برده مش باينه لنا جوه الانسجه. هنزود معاها القيم الغذائيه, وهي هنحط معاها بقى بصل كتير, فلفل, هنحط معاها طماطم, كل العناصر اللي هي ايه المهمه دي. حط معلقه زيت واحده بس عباد الشمس عشان بس ما ايه ما تتعرضش لاي, يعني مجرد ما بعلي الحراره هنا بتوصل ل 200 على الاقل. فبرده ايه يعني احتياطي, ما بستخدمش زيت زيتون وعشان ما تغيريش طعم الحاجه. بنحط بعد كده التوابل عليها. لو ما عندناش توابل بنحط ملح وفلفل. مهم جدا الخل. الخل مع الشاورما هو الاساس في الطعم. بس كده اهم حاجه بس بنسخن الطاسه جدا عشان اللحمه تتقفل المسام بتاعتها وتفضل طعمها مازال طري من جوه ما تنشفش مني. في بيحطوا عليها دقيق كده عشان يقفلوا المسام بتاعتها, بس انا مش هعملها بالطريقه دي عشان مش عايزه احط نشويات زياده. فايه هنسخن الطاسه بتاعتنا. طيب سالي احنا بنستاذن بس دكتور مشاهدين, احنا رايحين دلوقتي التقرير عن البصل, وانا شايفه انت يعني حاطه كميه بصل هايله. فلازم تكلمينا عن البصل وفوائد البصل والدكتور طبعا. طيب مشاهدين احنا هنروح لتقرير عن البصل ورجعوا لنا تاني. ست البيت اللي مش عايزه تدمع وكلام من ده, ده البصل الاحمر الابيض اللي هو الافضل للبيت بتاع التخزين ويقعد معاها. دي اللي هي ست البيت دايما بتاخد البصل الابيض ده بيقعد معاها وطبيخ 100. لكن اللي هي بقى اللي عايزه ما تدمعش وكلام من ده وتسهل عليها الموضوع بتاخد البصل الاحمر ده, ملوش لازمه بالنسبه عندنا, احنا ما بيتاكلش اصلا. بيقعد بقى حاليا البصل بيقعد مده, لما يقعد بقى يعني مثلا هم جمعوه حاليا الفلاح يقعد كمان بتاع شهرين ثلاثه وبعد كده بقى يتخزن لوحديه كده. يعني البصل فيه البصل الاحمر والبصل الابيض. البصل الابيض بيبقى حامي شويه, لكن دايما الاسره او ست البيت بتفضل البصل اللي هو المحمر على انه بيعيش فتره اطول وعلى انه قديم. يعني طبعا مفيش احلى من البصل اللي هو عندك القديم,
الجديد لا، جديد عندك بقى يعني، يعني ده اصفر ده لا. اكيد البصله السليمه المدوره البيضه، ما بحبش البصل الاحمر لانه ملوش طعم في الاكل. بس مش انا بتكلم على طعم الاكل او مش بختارها زي ما كل الستات عارفه بتختار ازاي، كل الستات عارفه الحلو من الوحش. انا بتكلم تختاريها صحي ازاي، المدلول ان الحاجه دي صحيه من جوه، السماد العضوي اللي كلته من جوه اللي في قلبها في الانسجه بتاعتها الصح بتاعها. البصل عرفوا اللي هو فيه بصل بيبقى قديم وبصل جديد، فالبصل الجديد اللي هو بيبقى القشره بتاعته حمراء ده اللي بيبقى هو البصل الجديد، انما البصل القديم اللي هو القشره بتاعته بيبقى صفرا ده. وده اللي انا اعرفه، دي بعض معلومات عن البصل بصراحه. مشاهدينا مره تانية، زي ما شفنا التقرير عن البصل، واحنا النهارده يا دكتور زي ما انت شايف حاطين كميه بصل ما شاء الله تالي وسامعين بقى موضوع البصل الاحمر والبصل الابيض، يعني راي حضرتك ايه فعلا في فرق حتى بينهم في الفايده؟ بصي هقول لك حاجه، هو ناس كتير قوي بتقول لك ان البصل وحاجات كتير قوي من اللي احنا بنعملها كل هدفنا منها ان احنا نقلل الكوليسترول. وعشان كده دي فرصه ان انا اتكلم عن الكوليسترول سنه. اولا الكوليسترول مش كله ضار، والا ما كانش ربنا خلقه في جسمنا. وعشان اعرفك فايدته، هو معظم الكوليسترول اللي احنا بناخده من الدهون المشبعه بيتكون في المخ. عشان كده لما تيجي تقلي المخ ولا حاجه بتاع خروف ولا حاجه تلاقيه كله عامل زي الدهن كده، لان الكوليسترول كله تقريبا في المخ. عشان كده اللي عنده كوليسترول عالي بنقول له ما تاكلش مخ او ما تاكلش صفار بيض، الحاجات اللي يحس ان فيها دهن كده. وغير كده كمان الكوليسترول ربنا حطه في الكبد مش عشان يضرنا، هو محطوط عشان خاطر يستخدم في تصنيع العصارة الصفراوية اللي بتهضم الدهون. يعني لما تيجي تفكري الدم بتاعنا ده سائل عبارة عن مية، احنا تقريبا تلتين جسمنا مية، فبالزاي لما باكل حاجة فيها دهون بتدوب في المية. يعني لو جبت معلقة زيت وضربتها في مية مش هتدوب. قالك لا، ما هو ربنا خالق الصفرة دي بتعمل زي ما تقولي، عارفه انت لما تجيبي ميه على زيت وعايزه تدوبيهم على بعض حطي عليهم صابون، ميه صابون او حاجه، تلاقيهم دابوا في بعض بقوا كور صغننه مثلز كده صغيره. فهو دي نفس الحكايه، بتقلل التوتر السطحي بتاع الدهن فتخليه يدوب. فمعنى كده ان الكوليسترول مفيد لانه يكون العصاره الصفراويه، الكوليسترول مفيد لانه يعمل خلايا المخ والخلايا العصبيه، الكوليسترول مفيد ان يدوب فيه الفيتامينات، في اربع فيتامينات ما تدوبش الا في الدهون، فيتامين الف ودال وكاف واي فيتامين ه. فيعني معنى كده ان الدهون مفيده، ولكن زيادتها هي الوحش. وزيادتها دي بتيجي من ايه بقى؟ بتيجي من انك بتاكل دهون. طب ما الناس الفلاحين بياكلوا سمنه وزبده وقشطه بس ما بيتحركوش بعد ما بياكلوها، فما بتتحرقش فبتتخزن. يعني انا لو كلت دهون وهجري بعدها بساعتين هقوم اجري موافق، لكن لو كلت حته سمنه صغنونه كده وهنام هي دي اللي هتتسد وهتعمل مشاكل في لكن الشرق. لكن احنا يعني ما بنختلفش ان الجسم محتاج دهون، جسم الانسان محتاج لدرجه عارفه لدرجه ايه. صح يا دكتور، هالسؤال بقى ان اللي ما بياكلوش دهون خالص كوليسترول خالص 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 بيخلوا بالهم جدا من الدهون المشبعه، ان جسمهم يبتدي هو اللي ينتج الكوليسترول الزياده ده. وعندهم يبقى نقص حاله قدام القليله دي. يعني تاكلش جبنه ولا تاكل اي حاجه خالص عشان خايفه جدا الكبد بيعمل كوليسترول بقى ساعتها. بالظبط، يروح وعندها بقى تعمل تحاليل عندها كوليسترول عالي جدا. لان الكبد هو اللي بيعمله. طيب لانه مهم. سالي احنا كده بدانا نعمل الشاورما، حطيناها على النار مش كده؟ كده لسه انت هنحط عليها التوابل بقى. هحط عليها التوابل الاول كده. اهم حاجه بقى الخل. التوابل بيبقى ملح وفلفل وبيبقى البهارات المشكله. تمام. هو الدكتور بيسال هي تبقى زي الشاورما اللي بياكلها بره ولا شاورما مختلفه؟ هندوق بقى لو احلى ولا مش احلى وافيد ان شاء الله. طيب دكتور احنا عايزين نبتدي الموضوع بتاعنا، معلش بقى تليفونات وبتاع. فاحنا بس كنا بنقول ان في منا كتير قوي بيحس لو شويه نهجان، لو شويه عرق، لو نبضات قلب عاليه شويه، يبتدي يقول لا ده انا اكيد في حاجه عندي، ده انا اكيد في حاجه في القلب. امتى فعلا او التعريف العلمي بقى لمشاكل القلب، امتى احس ان فعلا في مشكله في القلب؟ خلاص ممتاز، بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا اتكلمنا عن مشكله القلب كنهجان، ما اقدرش اقول كل مشاكل القلب، بس خلينا نمسك النهجان. لو واحد دخل عليا وقال لي يا دكتور انا بنهج، امسكه ازاي عشان اعرف النهجان ده جاي منين؟ بالكلام. على فكره
الطب يوم ما اخترعوه كان التشخيص بالكلام، بالكلام انك تاخد التاريخ المرضي تشتكي من ايه وامتى تنهج ولما بتطلع كام دور والوجع بيجي لك فين وامتى يزيد وامتى يقل. التاريخ المرضي هو مفتاح التشخيص، ولو انا خدت تاريخ مرضي كويس من العيان وقعدت اتكلم معاه كتير عمري ما احتاج اعمل اشعاعات الا قليلا، وقلة الكلام مع المريض هو اللي يخليني اعمل اشعاعات كتير واسطره ومش عارف ورسم قلب وحاجات كتير. لكن المفروض ان التاريخ المرضي يعني. لو واحد شاب صغير جه قال لي انا بنهج لما اطلع السلم مثلا يعني. بس مش نفسه بينهج. بس مش بنهج عشان عندي حاجه في القلب. بس بنهج عشان ما بطلعش سلم كتير، ما عنديش لياقه بدنيه قوي. لكن لو لعبت كوره كتير وقعدت اتحرك كتير مش هنهج. لو جبنا اي لعيب كوره وقعدناه في البيت سنه وبعدين نزلناه يجري هينهج بعد السنه دي لعدم وجود لياقه بدنيه. فبدايه لو حد وبالذات السن الصغير لما يكون بيحس انه بيتعب وبينهج، بعد ما هقول شويه حاجات تخلينا نطمن على القلب، فغالبا ده من قله اللياقه البدنيه. لكن لو سنه كبير فوق الأربعين والخمسين، فأكتر حاجة تعمل نهجان في السن الكبير 90% من الناس اللي بتنهج بعد سن 40 أو 50 سنة السبب الأساسي هو الضغط العالي. تمام. لأن الضغط العالي زي ما قلت لك بيعمل نهجان إزاي؟ بدل ما القلب قاعد بيزق مش قادر يزق لانه قدامه ضغط عالي فيركن الدم وراه يعني دي اللي هي فين؟ اللي هي في الرئه. تمام. يعني نقطه السن دي مهمه جدا. طبعا يعني لو واحد فيه قال لي السن عالي يبقى افكر اكتر في الضغط العالي. تمام. لان زي ما بقول لك مش قادر يزق فبيركن الدم وراه في الرئه، دي مهمه قوي، ما بيبقاش في مكان للهواء. دي مهمه جدا يا دكتور. معلش احنا برده معانا مدام ولاء، تليفونات كتيره معانا. مدام ولاء اهلا بحضرتك. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بس سمعت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي معاكي. اتفضلي يا مدام ولاء. بصراحه انا متجوزه بقالي سنتين كويس. فكنت قبل ما اتجوز الضغط بتاعي ما كانش واطي خالص، كان طبيعي كويس. فبعد ما حملت اول موجه الضغط بتاعي كان ساعتها 80/60 و70. كويس. الضغط الواطي مصلحه على فكره، العالي هو اللي مشكله. طب كملي وبعدين. فبعدين انا الوقت خلفت وكده، فبقى اي بقى حاجه ممكن وانا ماشيه في الطريق في اي حته بص تلاقي دماغي بتلف جامد بيغمى عليا من الضغط الواطي. يعني لو اي مشكله بقى. لا انت واطي قوي بقى للدرجه دي، ويمكن اسباب ثانيه. انت ولدتي من قد ايه؟ من سنه وثلاث شهور. ولدتي طبيعي ولا قيصري؟ لا قيصري. قيصري عشان اعرف انها نزفت كتير، وغالبا النزيف ده هو اللي عمل لها انيميا، وغالبا الانيميا دي هي اللي هي انيميا 10. ما انا عارف عشان نزفتي. الموضوع عبيط يعني، انت لو عملتي تحليل انيميا وبعدين تابعتيه بعد شهرين ثلاثة وخدتي حديد بكميه كويسه ووقفتي مصدر نزيف، لو انت لسه عندك نزيف او الشرائط الدمويه ضعيفه، اذا ما كانش خلاص يبقى خدي حديد لحد ما نظبط نسبه الانيميا، ساعتها هتلاقي الضغط ظبط. اللي انا عايز اقوله في الرساله بتاعتك لبقيه المشاهدين. طيب معلش احنا كده مش بس نسالها مدام ولاء في اي اسئله يا دكتور؟ في اي اسئله انت عايزه تقوليها تاني؟ لا خلاص انا عايزه يعني عاوزه ايه الموضوع ده ما يحصلش. ازاي الدوخه تروح؟ اسمعيني يا مدام ولاء، وانا في الجامعه في اي حته كده بيحصل لي. يعني كام سنه يا استاذه ولاء؟ 23. طب حلو قوي. صغيره خالص. بص بقى، مش احنا قلنا من شويه ان هجان في الكبار سببه الضغط اكتر، و90% من الناس اللي بتنهج فوق 40 50 سنه سببها الضغط العالي، ولما يوطي الضغط ويمنع الملح النهجان هيروح. دي رقم واحد. تمام. النهجان في الشباب الصغيرين العشرينات والثلاثينات واقل من كده السبب الاساسي هو الانيميا. في مليون سبب طبعا، بس انا بتكلم على الحاجه الشائعه. ليه بقى الانيميا تخلي الواحد ينهج؟ لان وممكن يعمل تحليل انيميا ويطلع الهيموجلوبين كويس. يعني ممكن واحد يقول لك انا بنهج، تقول له انت عندك انيميا، يقول لك انا عملت التحليل وطلع كويس. هذا ليس شرط، لان الجسم بيطلع كور دم حمراء بنفس العدد بس بتبقى حجمها صغنون. فبدل ما القلب بيودي كوره الدم كبيره كده مثلا بتودي بجنيه اكسجين، بتودي بربع جنيه اكسجين. طب وانا عملت تحليل وطلع مظبوط، اعرف بقى ازاي ان انا برضو عندي؟ هتلاقي حجم كور الدم صغنون، بتبقى مكتوبه. وكميه الهيموجلوبين اللي في الكور قليله، فبالتالي بدل ما الدم بيبعتها تودي بجنيه تودي بربع جنيه اكسجين، فيضطر يبعتها 4 مرات. فضربات القلب تبقى اسرع والعيان يجهد بسرعه وينهج بسرعه. اول ما تنقل له دم، الكلام ده لو انيميا شديده، او تدي له حديد، لان الحديد هو المكون الاساسي للدم ده. حتى كلمه هيموجلوبين هيم دي معناها حديد باليوناني. فلما تنقل له حديد وياخد كميه حديد كويسه، ممكن بقى حقن او برشام حسب شده الموضوع، تلاقي ضربات قلبه بدات تهدى والنهجان بدا يتحسن وما يدوخش. تمام. لو الانيميا اتظبطت، واحنا عندنا سبب للانيميا انها ودت قيصري ونزف. وزي ما حضرتك حاجه فعلا عايزه اضيفها كمان حكايه الانيميا هي السبب. في بقى اسباب تانية كتير ممكن تسبب، زي ضربات القلب السريعه، زي الغده اللي انت كنت بتقولي، زي الغده اللي بتخم الناس. ده تاني اشهر سبب للضربات القلب السريعه، ارتفاع افراز الغده الدرقيه. يعني لو واحد ضربات قلبه سريعه من الاخر كده، اعمل له تحليل انيميا،
ومش لازم امشي وراه كده او كده هديله حديد لو انا شاكك انه عنده انيميا ضربات قلبه سريعه بدون وجود مشكله في القلب. ودي اعرفها بموجات صوتيه على القلب، اشعه كده زي السونار اسمها موجات صوتيه على القلب، بتوريك صمامات القلب كويسه ولا لا، او ان انا اسمعه بالسماعه. ان ما كانش بعمل له تحليل غده درقيه، لو عالي يبقى ساعات ضربات القلب سريعه، بس اللي عنده ضربات قلبه سريعه بسبب الغده بتبقى سريعه سريعه حتى هو نايم. ليل نهار وللاسف احيانا بتتشخص حاجات ثانيه وهي دي بتبقى المشكله، زي ما مثلا انك لو حسيتها وعملت التحليل هتعرف انها عاليه، تعالجها تنزل تلاقي الضربات راحت بعيد خالص عن القلب. طب احنا معانا مدام مي. مدام مي اهلا بحضرتك. الو ايوه هنسه مي اهلا بيكي. لو سمحت كان عندي سؤال بالنسبه لوالدتي يعني. اتفضلي بس ممكن تعلي صوتك شويه. ايوه كده كويس. اتفضلي. اتفضلي. والدتي كان ضغطها عالي. كويس عادي. فرحنا حللنا كوليسترول هيطلع عالي برضه. كان 230 عادي برضه. عادي عادي يعني مش مشكلة، دي حاجة متوقعة، ضغط عالي وكل استرول. وكانت عندها أملاح وصديد على الكلى برضو. تمام. فظبطنا كل الحاجات دي وخدت برشام وظبطت أكلها وبقى تطبخ بزيت زيتون وكوليسترول قل. كويس ممتاز. وضغطها قل خالص. كويس. يعني بقى لها سنة بتاخد برشام ضغط. ممتاز. وضغطها اتظبط عليه. ضغطها اتظبط. مش بقى خالص طول عمرها تفضل تاخده. تفضل لا بطلته بقى يا دكتور. لا هيعلى تاني بقى. ما أنا جالس الكلام فيا بقى ضغطها 127 على 75 بقى لها شهر كده كان مظبوط. طبعا بقى. اول ما يروح مفعول الدواء لو بطل الدواء الضغط هيفضل يعلى تاني، ما دام اتشخصت تفضل تاخده طول العمر دواء الضغط ده. يعني تاخد لازم مفيش يعني. حاجه اسمها توقفه، ما هي اول ما توقفه هيعلى بعد كام يوم، وده اللي حصل. ما توقفوش، دي كويس ان انت عملتي الحركه دي عشان نثبت للناس ان اللي بيوقف دواء الضغط بعد كام يوم بيرجع، بعد كام يوم عيلي صحيح. لا ده بعد شهر يا دكتور. يعني شهر بعد شهر هو عالي، بس انا ما اظنش انه شهر، اظن اقل من شهر بالظبط. احنا كنا متابعين عند الدكتور يعني هو كان يوم 30 في الشهر واطي ويوم واحد الشهر اللي بعده عالي بالتدريج. بالتدريج ده هو معلش للدرجه بقى 134 على 89 معلش للدرجه، بس هو عالي من 127 ديجيتال. إيه؟ لا بلاش الديجيتال ده بيبقى احنا مش دقيق عند الدكتور بيبقى مش دقيق قوي. لو الافضل تقيسيه بالجهاز التاني ده. وانا مره هبقى اقول لكم ازاي تقيسوه وتقيسيه العيان نايم ويكون هادي وريلاكس وما يكونش فيه دوشة جامدة عشان الضغط ما يبقاش عالي. عشان اسمع حضرتك من التلفزيون تحت امرك. شكرا. شكرا. دي رسالة لمرضى الضغط. اذا حد تشخص انه عيان ضغط فضغط الدم ده زي الترانس بتاع الكهرباء. لو انا عندي اللمبه دي 200 فولت والكهرباء مثلا 100 فولت او دي العكس بقوم حاطط ترانس، ما ينفعش بعد شويه اقول بقى شيله عشان هي خدت عليه هتضرب برضه. لازم تفضل الترانس ده على طول، لازم الترانس بتاع عيان الضغط هو دواء الضغط، لازم ضغطه اتظبط عليه يفضل ماشي عليه مدى الحياه. طب يا دكتور ده هيضرني، ده هيعمل مشاكل، في واحد ياخد كيماويات بس ضرر اقل بقى من لو انا وقفت. لو حصل بقى مشكله بالزبط. في الضغط بالظبط. واكتر عيان على فكره بيجي عنده الضغط هو العين اللي عنده مشكله من الضغط، الضغط لوحده مش هيعمل حاجه. يعني حضرتك لو ضغطك عالي مش هتحسي بصداع، مش شرط، ممكن واحد يبقى ضغطه 190 وقاعد معانا مبسوط. وممكن واحد ضغطه 140 عالي سنه صغننه اهي. لكن يبوظ بقى حاجه. يجي بقى بايه؟ اول حاجه يجي انه بينهج او عنده تضخم في القلب زي ما قلنا. هو تضخم القلب ده هيخليه يحس ان ضربات قلبه قويه وهيخلي القلب مش قادر يزق فيركن الدم وراه فينهج. يعني بدل مثلا ما الرئه دي كلها هوا وفيها شويه دم صغننين مثلا، يعني القلب مش قادر يزق فيركن فيها الدم فتبقى كلها دم ويتفضل شويه هواء صغننين، فيضطر العيان يعمل كده عشان ياخد نفسه فينهج. وبالذات لما ينام يقول لك انا ابقى نايم بالليل اقوم من النوم على كرشه نفس، لان الميه دي بتكبس على صدره. نديله احنا حاجات تنزل الميه من الجسم، مدرات للبول، ونمنع الملح عشان ما يكونش ميه تاني، وننزل الضغط مدى الحياه. ونديله اسبرين اطفال، لان كل العيانين اللي عندهم ضغط بنخاف ليجي لهم جلطه، فبندي لهم اسبرين وقايه، ويفضل ماشي على علاج الضغط طول عمره. طيب امتى يا دكتور بقى نرجع لسؤالنا، امتى نقول انه انا عندي مشكله في القلب؟ طبعا مشاكل القلب حضرتك برده ممكن تقولها لنا، ليها يعني مسميات علميه. ممتاز. زي الشرايين وحضرتك تقولها لنا، وامتى اعرف ان انا فعلا عندي مشكله في القلب مش بقى اسباب اخرى. تجمع الاطباء على مستوى العالم ووجدوا ان امراض القلب لها اربع او خمس اعراض موجوده في العالم كله. رقم واحد قلنا النهارده النهجان، وقلنا اكتر سبب للنهجان في السن الصغير الانيميا، واكتر سبب للنهجان في السن الكبير الضغط العالي. رقم اتنين ضربات القلب السريعه، وقلنا اكتر سبب لضربات القلب السريعه في الاطفال برضو الانيميا وارتفاع افراز الغده الدرقيه، واكتر سبب في السن العالي زي ما دام نجات ضربات القلب السريعه سببها الضغط العالي، وبالذات لو في زبزبه اذينيه، وعايز النبي اشرح الزبزبه دي لانها مهمه جدا. رقم ثلاثة الاحساس بوجع في القلب، يعني امتى عيان القلب يقول ان انا عيان قلب، او امتى واحد يفكر ان عنده وجع في القلب ويكون من القلب؟ لما يكون الوجع في نص الجسم او في نص الصدر، يعني لان في ناس كتير بتحس بنغزه هنا كده ودي مش من القلب. لما واحد يشاور على وجع القلب بصباع واحد يبقى ده مش من القلب.
يعني دي لوحدها يعني ايه مزواوي؟ يعني لو واحد قال لك يا دكتور انا بيجي لي وجع في قلبي، ممكن تعمل حاجه من اتنين، ممكن تقول له روح اعمل اشعات وتغرمه 1000 جنيه وتريح دماغك، وممكن تساله 5-6 اسئله وتعرف الوجع ده من القلب ولا مش من القلب، وده الاسهل. ولكن احنا ما بنعملش كده، بنعمل اشعات. المهم يعني ايه الاسئله اللي ممكن اسالها لعيان القلب عشان اعرف الوجع ده من القلب ولا مش من القلب؟ رقم واحد، فين الوجع؟ هيقول لي هنا غالبا، لكن اللي يقول هنا ده لم تحدث ولا في الطب من اول ما اتوجد لحد دلوقتي ان حد عنده وجع في القلب من القلب فعلا مشاور عليه. عاده بتبقى الناحيه الثانيه صح؟ لو القلب فعلا بتبقى الناحيه الثانيه. لا والله التانية. عادي هو القلب على فكره في النص، انا قلتها قبل كده كتير، القلب في النص ورامي شمال شويه كده يعني مش هنا مش زي ما احنا بنشوف في الافلام والتمثيليات يقوم ضربه طلقه هنا يموت، لا هو المفروض يضربه هنا. لو جت عيان بطلقه هنا بتبقى جايه في الرئه ما بتبقاش جايه في القلب وبيعيش عادي. طب دي معلومه كده. فالعيان ده بيبقى حاسس بوجع في النص، والوجع ده بيبقى شديد جدا ومميز بانه ياتي بالمجهود. يعني لما يطلع سلم يجيله الوجع. يعني لو عيان جه قال لي 5-6 كلمات دول، يا دكتور انا ببقى كويس وانا قاعد، ولما اجي طالع سلم انهك او مش مشكله ان هجان، واحس بوجع في صدري جامد جدا يوقفني، لازم اقف، لو ما وقفتش ما يروحش، وبعد ما اقف كده يقعد دقيقتين ثلاثه ويروح، وبيبقى في نص الصدر، وساعات يسمع في رقبتي او في دراعي او في ظهري، كل عيان حسب التاني، وبيبقى عامل زي السكاكين او الحرقان او القفشه او الطبقه او الحجر، واول ما اقف يروح. فهذا من القلب، ده لوحده يشخص ان الوجع ده سببه ان الشرايين بتاعت القلب ضيقه. لو واحد قال لي انا بطلع السلم واحس بوجع يوقفني وبيبقى شديد واقفش، لكن لو واحد قال انا ببقى قاعد كده ويجي لي نغزه كده، نغزه هنا وتقعد ساعه تقعد ثانيه تيجي زي الدبوس، فهذا ليس من القلب، ده غالبا بيبقى التهاب في العضلات اللي بين الضلوع او التهاب شويه برد يعني، وياخد ابو فاس ولا حاجه ومسكن وياخد كالسيوم. هو ده الدكتور الشاطر اللي يقدر على طول بالاسئله دي انت ممكن انت ممكن عيان عنده الدبوس ده وتعمل له قسطره وتعديها على انها بتاعت قلب، وممكن عيان عنده الوجع ده وتعديها على انها حموضه تقول له ده في معدتك، لان ساعات بيبقى الوجع من تحت شويه. فعلا دي حقيقه والله، يبقى داخل بجلطه يديله فوار فواكه بجد ساعات. تمام يا دكتور. طب احنا معانا مدام سحر. اهلا مدام سحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم دكتور؟ اتفضلي معاكي. اتفضلي يا مدام سحر. دكتور انا عندي كان عندي ضيق في الصمام المترالي. كويس، ضيق في الصمام المترالي. كان جالك بقى حمر وماتزميه وانت صغيره؟ تمام. وانا كان واحد من عشرة. كويس. عملت توسيع بالبالونه؟ عملت توسيع. كويس. بقى 1-7. من كام سنه التوسيع ده بقى؟ لا انا لسه عاملاه من 9 شهور. طب خلاص حلو قوي. ايه المشكله دلوقتي؟ بعد 9 شهور، بعد العمليه ب4 شهور أو 5 شهور كنت زي الفل يعني كويسه جدا جدا. وبعد كده رجع ده تاني؟ لا بدات تجيلي رفرفه كتيره قوي ورا بعض تاني. رحت عملت اللي هي الاشعه اللي هي زبزبه اذنيه. الايكو ديت طلع زبزبه اذنيه. الايكو طلع زي ما هو الصمام مفيش اي حاجه، زي ما هو التوصية 1.7 زي ما هو مفيش اي اختلاف. طيب كويس. راحت الرفرفه ديت قلت قوي بقى يعني قلت دلوقتي عن الاول خالص، بس حاجه بسيطه ما تذكرش. فانا عايز اعرف هي سببها ايه؟ خالص ان انا لسه عامله الايكو. لسه هتكلم عنها. لسه عامله الايكو قريب وكان زي يعني قلت الحمد لله الصمام نفس التوصية. حاجه ثانيه. سنك كام يا استاذه سحر؟ سنك عشان حضرتك كام؟ انا عندي 38. طيب كويس خلاص هقول لك. قلت حاجه ثانيه في برنامج اخر، قلت انا في حاجات الناس اللي عملوا توصية ازاي حافظوا عليه. انا باخد البنسلين. ولازم تاخدي دواء السيوله. انا السيوله بطلته ما باخدهوش. يا ربي. طب انا هتكلم، ده ضروري جدا. وباخد البنسلين بس. لا خلاص بقى، انت عديتي 38 مش هيجيلك حمر وماتزميه وانت كبير. هو ده الكلام ده لحد ال 20. هو الدكتور قال لي عشان نقدر نحافظ من اي دور برد اي حاجه. لما يجيلك دور برد بيخدي الحقنه او بيخدي مضاد حيوي. طب ارجوك يا دكتور تقول لي ايه الحاجات اللي هخليني نحافظ، ان عارف العمليه دي صعبه قوي وانا عايز احافظ عليها قد ما اقدر. اوكي مدام سحر. شكرا جدا. اسمعينا حضرتك. دي بسيطه جدا. اتفضل. بصي عشان خاطر نتكلم عن حاجه اسمها زبزبه اذنيه، لانها موجوده كتير قوي. زبزبه اذنيه مش لازم نعقدها. زبزبه اذنيه يعني العيان يبقى قاعد كده ويحس ان ضربات قلبه سريعه، مش ضربات قلبي سريعه ليل نهار، لا ابقى قاعد كده وكويس ومش حاسس بحاجه، وفجاه دب 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 وتسكت، تقعد شويه حلوين كده نص ساعه، تيجي بالليل تصحيني من النوم ضربات قلبي سريعه. يا سلام طلعت شاورما فعلا. شفت بقى. المهم يعني كتير قوي لو انا عاوز افهم بتيجي منين ضربات القلب السريعه، بيقول لك ان هم لما شافوا القلب لقوا ان ربنا خالق بطاريه في القلب بتطلع كهرباء للقلب، والبطاريه دي موجوده في اعلى يمين القلب هنا هو يعني في الحته دي في الناحيه اليمين من القلب في الاوضه اللي فوق. هو القلب فيه اوضتين فوق اسمهم الاذين، هم اسمهم الاذين عشان ليهم ودنه كده شكلهم شبه الودن، واوضتين تحت اللي هم القلب شخصيا، واحده يمين وواحده شمال، البطين بطين يمين وبطين شمال. عشان نفهم لازمتهم ايه الاربعه دول، اهم واحد فيهم البطين الشمال، وده اللي هو القلب شخصيا، وده اللي بنتكلم عليه في كل كلامنا في الطب.
لان هو ده اللي بيضخ الدم لكل الجسم. امال البطين اليمين بيعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. البطين الشمال ده كبير كده تقريبا كل القلب هو عباره عن البطين الشمال. يقوم عامل كده وهو ده اللي ماسك الجزء كده كله. البطين اليمين صغنن والاذين صغننين قوي. المهم يعني البطين الشمال ده بيعمل كده يقوم يضخ الدم في الشريان الرئيسي اللي في الجسم. الشريان ده كبير كده قد كده تقريبا مصوره يعني. واول ما بيطلع يلف كده ويدي فروع للراس وللدراع وبعدين ينزل يدي فروع للصدر والبطن وبعدين يتقسم للرجل دي والرجل دي يودي دم للجسم يغذي الجسم كله بضغط عالي 120 80 اللي هو الضغط بتاعنا لحد ما الدم يروح لاخر حته في جسمي دم احمر جميل مليان اكسجين. بعد ما الخلايا تاخد الغذاء والاكسجين يرجع الدم تاني بقى الازرق اللي في العروق الزرقاء اللي بناخد فيها الحقن ده بقى دم مليان ثاني اكسيد الكربون ومليان فضلات. يقوم راجع للقلب ما ينفعش القلب ياخده بقى يضخه تاني وهو ازرق كده بيقوم واخده الناحيه اليمين من القلب. الناحيه اليمين دي بقى اللي هي الاذين اليمين. الاذين ده وظيفته ان هو بس يستلم الدم عشان يديه للبطين يعمل كده يديه للبطين يقوم البطين اليمين يوديه للرئه تقوم الرئه بقى تاخده يتاكسد لان الرئه طبعا مليانه هواء طول الوقت يقوم راجع تاني بقى دم لونه احمر في الناحيه الشمال في الاذين الشمال وبعدين يروح للبطين الشمال والبطين الشمال يضخ. يعني معنى كده خلاص يا ستي رحت حاجه والله يعني معنى كده ان حاجه شرح الحقيقه يعني مفيد جدا والله يعني معنى كده ان البطين الشمال في دم احمر والبطين اليمين في دم ازرق يعني نص القلب فيه دم ازرق ونص القلب فيه دم احمر. دم ازرق يعني فيه ثاني اكسيد الكربون والضغط في الناحيه الشمال 120 80 والضغط في الناحيه اليمين 30 على 10 تمام لان يا دوبك بتودي الدم من القلب للرئه فمش محتاجه مجهود لكن الثانيه بتودي الدم لكل الجسم. طيب احنا عايزين اظن بعد الشرح الهايل ده بقينا كلنا دكاتره القلب دلوقتي الصلبه اللي معانا كمان هيبسطوا جدا. انا عايزه بقى ان احنا نوصل برده لموضوع مدام سحر وموضوع الزبزبه اللي قلت عليه والموضوع بتاع مدام نجات وموضوع ناس كتير قوي من اللي عندهم ضغط بالزبط. وناس كتير قوي ماشيه بالموضوع ده ايه اللي بيحصل بقى؟ يقول لك ان ربنا خالق البطاريه. ممكن اقطع بس ثانيه قبل ما طيب انا صفيت انا غليت طبعا الخرشوف والبسله والجزر تبقى حلوه قوي لو حطينا بسله وجزر مع الخرشوف في ميه قليلين جدا. الميه دي بقى ما تترميش بصوا هوريكم عامله ازاي. الميه دي كلها فيتامينات شايفين لونها عامله ازاي طبعا ايه عامله زي الايه شوربه الفراخ او اللحمه المرقه دي بقى شوربه الخضار نستخدمها يا اما يعني فعلا نفرزنها او نعملها شوربه على طول او ما نرميهاش ابدا. دي فيها فايده رهيبه بس هي دي المعلومه المهمه اللي عايزه اقولها. انا عامل دلوقتي دريسنج بتاع السلطه اقول الاول ولا لا متعودين قولي انت الاول قولي يا سيدي الدريسنج اقوله طيب الدريسنج هيبقى عباره عن هنحط معلقتين كبار مايونيز لايت بس مش لازم بس اللايت بجد لايت اللي انا عاملاها بجد لايت جدا. بجيب صفارين بيض واضربهم مع تلت كوبايه زيت عباد الشمس ومعلقه خل كبيره ومعلقه مستردة كبيره في مضرب واروح على جنب اكون عامله زي المهلبيه الجامده بس ما فيهاش سكر كوبايه لبن خالي الدسم عليهم معلقتين كبار جدا نشا على النار تبقى ماسكه كده تبقى يعني فعلا ماسكه معايا واروح مدخلاها في المضرب وهي سخنه اولا بتسوي الصفار كويس جدا خلاص ما بقاش ني وفي نفس الوقت بتدي قوام حلو جدا ما تفرقوهاش عن المايونيز بجد فهي ايه ما فيهاش سعرات تقريبا غير قليله جدا جدا جدا. بحط كده واللي مش عايز مش لازم مايونيز خالص لان في ناس ما بتحبش المايونيز في الاكل. بنحط معلقتين كبار وبحط عليهم خل ابيض او ليمون يفضل لو ليمون عشان يبقى زياده فيتامين سي. هنحط بودره مستارده او مستارده زي ما نحب هي زياده يعني بتدي طعم ولون احلى. بحط ملح وفلفل واروح حط عليها بقى السلطه دي وبتتقدم المفروض ساقعه بس كده تمام هتبقى فعلا شكلها صحيه جدا الحقيقه يعني شكلها صحيه. اكمل انا بقى الحته اللي انا كنت بقولها عشان مدام صح. فاحنا قلنا ان القلب عشان يضخ بانتظام كده الاذين يضخ الاول يدي الدم للقلب اللي هو البطين وبعدين البطين يضخ للجسم عشان يدق كده بانتظام لازم له كهرباء. ووجد فعلا ان في بطاريه ربنا خلقها في القلب في اعلى القلب على ناحية اليمين في الحته دي كده في الاذين اليمين يعني حته بتاع حمصه صغنونه كده صغننه خالص وضعيفه وما لهاش لازم بس هي دي اللي بتطلع كهرباء للقلب ولما تطلع كهرباء القلب يدق كويس. طيب انا اسف بقاطع حضرتك بس معانا الحاج سالم من قبل ما سالي تقول الوصفه بتاعتها يا رب نفس الموضوع عشان نكمل. حاج سالم اهلا بحضرتك وبنعتذر على التاخير. اهلا هو البرنامج حافل. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بحيي حضرتك وبحيي بنتنا سالي
والتحية بقى الشديدة والخصوصي أول الدكتور اللي بدعيله ربنا يزيده كمان وكمان. الله ربنا يخليك يا استاذ سالم. يعني بصراحة يعني شرح وافي. أولا في أسئلة كتير أنا واحد من ضمن اللي كان هيسأل عليها سمعتها من قبل ما أسأل عليها. يعني موضوع نغزة القلب اللي هو في الجانبي ده فعلا حصل وعملت أشعات وسونار وكله تلفش أي حاجة وطلع إن زي ما قال بالضبط. فالواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما بيلاقي حد مخلص بالطريقة دي. ثاني مرة واحد نمرة اثنين أنا كنت مريض وفجأة بعد برضو معاناة من التشخيص الخطأ من علاج قولون وهو لآخر اتضح انها مرارة واتضح ان فيها اكتر من 100 حصواية وشلنا المرارة كويس. الحمد لله الامور زي الفل بس عايز اعرف ايه الواجب ان انا احتاط منه علشان وانسب حاجة بالنسبة للاكل علشان ما تعمليش مشكلة لان هل هتتكون حصوات طب لو اتكونت هتتكون فين تاني لا مش هتتكون بقى خلاص كتر خيرك ولا تحرمش منك ابدا تمام وشاكرين فضلكم جميعا خليك يا استاذ سالم ده شرف ليا مكالمة حياتك الجميلة دي دعواتك شكرا يا استاذ سالم ده بجد جيلنا الجديد دكتور ده جيلنا الجديد حقيقي ويعني وهفكركم ان يعني ان شاء الله ان ما طلع نبغى عالميا ان شاء الله قريب جدا انا عاجبني فعلا جدا اللي هي دكتور كمان هو بيشكر في الشاورما الكلمتين الحلوين دول يجي مني انا كمان يعني لا هو كمان الملحوظ يا دكتور فعلا انه حضرتك بتركز قوي على نقطه التشخيص فعلا لانه المريض بيبقى مسكين جدا واي حاجه الدكتور بيقولها له بتتنفذ ففعلا الضمير بيبقى مهم او حتى يعني انه يبقى انا عندي حتى هدوء ان انا اسمع واشخص فده بيبقى الحقيقه مهمه هو نصف الدواء مهمة واحنا لما كنت في انجلترا كانوا عشان تتخرج او عشان خاطر تاخد شهاده يقعدك مع عيان ويديك ورقتين كبار ويقول لك املى الورقتين دول كلام من بق العيان في النهايه تعرف تشخيص بدون حتى ما تحط عليه سماعه بالظبط بالظبط ولما تكشف عليه تعرف بقى خلاص تشخيص عشان تقول له انا عايز اعمل اشعه يبقى عيب عليك قوي جميل امال انت الطب اتعلمته ليه فالاشعه دي المفروض تستخدمها الا قليلا يعني ده اللي انا فعلا حاساه يعني مختلف شويه عن اي حد بنقابله معانا مدام ناهد كمان معانا مدام ناهد اهلا بحضرتك عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك طيبين. وحضرتك طيب. أرحب بالدكتور العظيم رامي عشان أنا كلمته قبل كده برضه. أهلا بحضرتك اتفضلي. يزيدوا من كمان وكمان. استشارة المخدي. اتفضلي. أيوة يا دكتور. ازيك يا مدام نهى؟ اتفضلي. حضرتك أنا عندي دخل يعني عندي 48 سنة. طب ممكن حضرتك بس تعلي صوتك شويه مدام ناهد ايوه عندي 48 سنه وضغط عالي وعندي حنان هي القديمه حضرتك بتدمع على الضوافي كده نقط بتقولي ايه؟ فيها نقط بيضة هو ايه ده؟ ضوافر؟ ضوافر ايدي فيها نقط بيضة عندي الانيميا عالية ماشي وبعدين؟ حضرتك بيجيلي دوخة منها تمام وعندي ضغط عالي وعندي سكر طب تمام وساعات بيجيلي ضربات القلب من عند كتف اليمين بيضرب جنب كتف اليمين كده وهيبقى ليها سببين بقى سبب الانيميا وسبب الضغط وارجو من حضرتك يعني حبيبي العيش الموضوع ده وربنا يخليك ايوه خلي الشاورما اسمعينا يا مدام خلاص يا مدام ناهد خلي الشاورما عشان الدكتور بسيطه خلينا نركز بس اسمعينا يا مدام ناهد اتفضل التركيز ضاع خالص بصي بقى يا ست الكل طب نبعدها يا دكتور عشان التركيز خليها كويس اتفضل كنت بقول ايه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام على الصلاه والسلام مدام ناهد بقى عندها حاجه هي اوكي هي على فكره نفس السؤال بتاع مدام ناهد ومدام صحر ومدام نجات اللي في الاول خالص كان بتاع ضربات القلب السريعه وده على فكره منتشر جدا ليه بقى يقول لك ان الكهرباء اللي طالعه من القلب دي بتخلي القلب يعمل كده صح كده وبعد كده بعد ما الاوزين يعمل كده يدي الدم للبطين اللي هو القلب شخصيا والبطين يضخ الدم في الجسم لو الضغط قصاده عالي مش قادر يضخه في الجسم بيركنه بيركن جزء منه في الاوزين فالاوزين ده يكبر ويجي العيان يعمل اشعه على القلب يقولوا له ده انت عندك الاوزين متمدد ايه الاوزين ده اللي هو الاوضه اللي في القلب اللي بتستقبل الدم والاوضه دي بقى ما تنساش ان فيها البطاريه طب وده هياثر على ايه ياثر يحصل ايه بقى يقول لك ان الاوزين ده هو بيعمل كده وبعدين القلب يعمل كده لما يكبر قوي 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 ما يقدرش يعمل كده ويلم نفسه يعمل كده يتذبذب ما يدقش يا لهوي طب ما كده الدم مش هيروح للقلب يقول لك لا كده كده القلب هيشفط الدم ويضخ امال ايه المشكله بقى المشكله حاجتين اول حاجه انه يحس بضربات قلبه سريعه جدا لان بقى في كذا حته بتطلع كهرباء بدل البطاريه دي وتاني حاجه ان الدم اللي جوه الاوزين ما بقاش يتحرك زي الاول ويلف بقى راكد وفي قاعده في الطب بتقول ان عندما يركض الدم يتجلط لو جبنا نقطه دم وحطيناها على الترابيزه هتنشف فالراجل اللي عنده ذبذبه في الاوزين لو واحد عرف كده هذا يعني ان لو دخلت جوه القلب عنده هلاقي جلط صغننه
وممكن الجلط دي تروح للمخ ولا حاجه تعمل له جلط. ناس كتير من اللي عندهم زبزبه اذنيه ممكن يتشل يجي له شل بعد الشل. طب الراجل ده يعمل ايه بقى ساعتها؟ طب انت كده خوفتنا. لا، لازم ياخد اي حد عنده سرعه في ضربات القلب وعرف ان السرعه دي زبزبه في الاذين، يبقى معنى كده انه لازم ياخد دواء سيوله يعمل سيوله في الدم اللي جوه القلب حتى لا يتجلط. ودواء السيوله ده عشان ياخده لازم يتابع يعمل تحليل سيوله كل شهر يعرف الموضوع ده. لكن اللي عنده ضربات قلب سريعه وعمل رسم لها ضربات سريعه مجرد انها منتظمه وطالعه من البتاع وكله بيدق وتمام بس سريعه، مش مشكله، نعالج الانيميا، نشوف الغده الدرقيه بتاع في دقه زياده في دقه كلام ده. لكن لو في زبزبه والضربات متلخبطه وشخصها برسم، هي لازم تتشخص برسم قلب، وساعات ما تبانش في الرسم، ممكن تجيله بالليل، عشان كده بنعمل رسم قلب 24 ساعه. ياخد الجهاز معاه ويروح ويجي تاني يوم نحلله. والله يا دكتور هي عرفتها كده يعني انا عرفتها لما قالت ان الضغط عالي، فقلت يبقى اكيد الاوزين كبير. قالت ده فعلا الاوزين كبير، يبقى اكيد دي زبزبه. عشان تثبت الكلام ده ورقيا تاخد الرسم وتروح، تقوم ما تجيلهاش طول اليوم، وتيجي مثلا الساعه 8 بالليل وهي نايمه ولا في اي حاجه، تقوم تجيلها ضربات سريعه تتسجل ان دي جالها زبزبه اوزينيه في وقت من الاوقات. وساعتها لازم تاخد دواء سيوله. والناس اللي عندهم برده ضيق في الصمام بيجي لهم الزبزبه دي، لان الصمام اللي بين الاوزين والبطين بيبقى ضيق مش قادر يفتح، فبالتالي الدم برده مش عارف يعدي، فالأوزين بيتراكم فيه الدم فيكبر. أي واحد عنده تضخم أو كبر في الأوزين زيادة عن حجمه الطبيعي عرضة أن يجيله زبزبة أوزينية، وهتفضل موجودة معاه وممكن يعيش بها طول حياته. ياخد بس أدوية للسيولة زي ما قلنا عشان ما يحصلش جلطات، وياخد دواء عشان يهدي ضربات القلب عشان ما تبقاش سريعه. وموضوع مدام ناهد بقى والضعف والضواف، هل الحاجات دي مرتبطه برضو بالقلب؟ والله هو الانيميا ليها اعراضها، يعني الانيميا طبعا يعني ده ملوش دعوه بالقلب بقى خالص ومشاكل القلب، اصل حاجه ثانيه. اصل الانيميا هو الدم اللي بيضخه القلب، فلو القلب مش لاقي دم يضخه ويضخ ميه لكنها يعني دم مخفف، فهيضطر يضخه كتير عشان يودي اكسجين كتير. وكل ما ضربات القلب تزيد كل ما يعني الصحه العامه كل مهمه على القلب. يعني الصحه العامه مهمه ان انا اكون يعني كل حاجه في جسمي مظبوطه، نسبه الهيموجلوبين. انا شفت مره واحد كان داخل وكان في حادثه، وبعدين كان واخد سكينه مثلا ولا حاجه فنزف دم، فحسبت الدم اللي نزفه لقيته 3 لتر. 3 لتر انا اولا استغربت ان الانسان ممكن ينزف 3 لتر ولسه يعيش. اتاري ربنا خلق لنا دم زياده كتير في الجسم اهو، يعني واحد فقد نص دمه بيعيش. والناس اللي بيجيلهم جلطه في القلب ونص القلب يموت بيبقوا عايشين برضه. يعني ربنا مديني قلب بزياده، والواحد لما بيشيل كلى ويعيش يعني ربنا مديني كلى زياده. يعني كل حاجه ربنا خلقها لنا بزياده. سبحان الله. انا عايزه اسالك، لان انت قلتي الشوفان لما احطه بطريقه معينه، فتقولي لنا بقى انت حطيتيه عادي رش عادي ولا عملت عليه صفار؟ المفروض كان تقعد عشان شويه بتاخد بتاع نص ساعه على الاقل في الفرن او على حسب الفرن، بس لازم يكون عالي في الاول. وبعدين اروح حاطه عليها بقى، هي يعني ما نفختش كفايه عشان لسه ما عدتش كفايه، بس عايزه اوريكم ازاي بحط صفار البيض عليها واروح حاطه شوفان، شمر، حبه البركه اللي نحبه كله، ونروح مدخلين يعني كمان عامله اشكال وطعم مختلف. حاجه حلوه بالزبط. دكتور احنا خلاص كده حلقتنا قربت على الانتهاء، عايزه بقى من حضرتك يعني نصايح عامه يعني مريضات القلب، يعني اي اللي عنده ضيق في الشريان، اللي عنده دقات قلب، اللي عنده زبزبه. نصايح عامله، وهل الرياضه برضو من الحاجات اللي ممكن يعني يدخلها في حياته مريض القلب؟ لان طبعا دايما بنقول انها جان وكده، فبلاش رياضه وبلاش، فراي حضرتك. بصي ممتاز. اولا لو عايزه اكتر اكل كويس للقلب فهو الاكل اللي كان الناس زمان ايام الانسان البدائي بياكله. تمام. يعني تخيلي ان احنا جماعة واحد قاعد في الغابه هيبقى بياكل ايه؟ بياكل خضار وسلطه كتير بالظبط، ما دخلش صناعي، وبياكل يعني. وبياكل اكل مشوي، ما بيقليش ولا بيحمر، لا اما مشوي لا اما مسلوق بيحطه على النار. فالشوي او السلق هينزل الدهون والكوليسترول والحاجات اللي احنا بنقولها زياده. والاهم من ده كله انه ما بياكلش كتير، لان عنده الشجره موجوده، ياكل تفاحيه وكمان ساعه ياكل واحده وكمان ساعه ياكل واحده، يعني عدد الوجبات يعني ممكن ياكل 7 طقات في اليوم وكل حبه صغننين. مش يفطر ويتعشى اهو، ده بقى لوحده يبوظ الدنيا. فطره الانسان ربنا خلقه انه ياكل كتير على فترات صغيره. لو شفت عيل صغير بيرضع مش هتلاقيه بيرضع فطار وغدا وعشاء، هتلاقيه بيرضع 13 مره في اليوم كل ساعتين. تمام. وده الطبيعي. تاني حاجه، كل الامهات اللي عندها اطفال صغننين، عشان موضوع الحمى الروماتيزميه المنتشر اللي اتكلمت عنه مدام سحر، اللي بيعمل ضيق في الصمامات، هو بيبقى سببه ميكروب اساسا. احنا وقتنا يا دكتور يعني عايزين بس نقول النصايح. النصيحه ان اي ام تلاقي عندها ابن سخن عنده لوز او دور برد او بتاع، تديله مضاد حيوي وتكمل الكورس كامل لمده اسبوع عشان يموت الميكروب. النقطه دي مهمه جدا. لازم تكمله بالذات لو سخن 7 ايام عشان تموت الميكروب ما يروحش للقلب بعد كده. ثالث نقطه بقى حته الرياضه. زمان ما كناش نخلي عيان القلب يلعب رياضه، نقول له ده انت شرايينك ضيقه
ده انت ضغطك عالي، ده انت عندك السكر، لا ده السكر يتظبط لما يلعب رياضه، ده الضغط يتظبط لما يلعب رياضه، ضربات قلبه تتظبط لما يلعب، كهربه القلب تتظبط لما يلعب رياضه، الكوليسترول يتحرق لما يلعب رياضه. ماشي مثلا يا دكتور ماشي، ولو يقدر لو صحته احسن يجري. والصيام مصلحه ليه، الصيام هيقلل الكوليسترول ويقلل السكر ويقلل الضغط ويخليه كويس، بس يشرب ميه قبلها كتير وياكل خس وحاجات كده عشان ما يعرقش. لكن غير كده الرياضه والصيام والاكل الصحي القليل على فترات قليله، المعده بيت الداء. جميل. يعني يا دوبك اذا اكلنا لا نشبع، تاكل نص بطن كده كذا مره وخلاص. دكتور انا بشكر حضرتك جدا، مشاهدينا في حلقتنا، وان شاء الله تكون حلقتنا النهارده مفيده ويعني استفاد منها كل الناس سواء مريضي القلب او الناس العاديه، عشان كمان ما نبقاش مخضوضين على نفسنا. على فكره عامل نصايح للناس حاططها على النت، تدخل تكتب رامي اسماعيل هتلاقي نصايح وحلقات، وهحط الحلقه دي عشان ابقى ان شاء الله. يا دكتور بشكر حضرتك جدا. في النهايه بنشكر دكتور رامي اسماعيل استشاري جراحه القلب وزميل الكليه الملكيه بلندن. مشاهدينا ان شاء الله ميعادنا مع حلقه جديده من ازاي ناكل صح، انتظرونا. ما تشبرتش، خلوا بالكم، ما تشبرتش، ما قلتش كلمه. الاكل يجنن والله، الاكل يجنن. بس سريعا، انا عارفه سريعا جدا، انتوا شايفين المعده بيت الضيق بجد. الاكل ده بقى لو مشيتوا عليه ان شاء الله معانا كده في البرنامج ان شاء الله هتفيد. الساعه 4 العصر ان شاء الله، الساعه 4. بشكركم مشاهدينا والى اللقاء وحلقه جديده من ازاي ناكل صح.